شو عم تعمل عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانا نركب الخبز هون. لك قديش طلعنا وقشع فيه بالأرض. بدل العالم بتعطي لحدا بتكبن. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات اللي فاتت للناس. وانتو ما استلمتوا شي؟ لا. لو استلمنا شي فينا اكيد ما كنا اجينا لهون للخبز وناكله. من وين انتو؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنا الا الحجر ما عملت هدنا. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلمع الخبز. باكل الحكه مع الشوربه عم نعملها. كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شوربه مي، على شوربه البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صلكن على هالوضع؟ انا فتره على شئنا سنتسهل. اهلكم موجودين؟ عندي ابي بس امي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيله ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونه. وابي ضايع هويته ما في شيء يثبت على شخصيته انه مع قبل الثوره ضاعت هويته ما معه شيء يثبت. قديش عمرك انتي؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بتمنى يرجع الاوضاع مثل ما كانت، ناكل كل شيء ونشبع، مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. ما عدت ما بتاكل، بتاكل من هون بتجوع من هون. ما تستحمل العيشه. امي طلعت من الجوع بس رحنا بدنا الصبر كل الثوره بيصبر اسا. صبر بالجوع وبهالشي بيصبر اسا. يعني انتو ما معانا حدا، معانا الله. يعني انتو صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجه. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ ما بوجه لشي، ما بلا كله طلع تركنا، شو مين ضل معنا؟ كنا عيلة الخطيب رحنا ما اكبره بس كله طلع تركنا هون. ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه.